بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة جي تي اي 5 الحياة الواقعية. طبعا يا جماعة الخير، حاب اوضح نقطة بسيطة بس قبل ما يبدأ المقطع. اتمنى تتفهمون انه هاي القناة ما انا محشورة فقط على لعبة جي تي اي 5. يعني انا شايف كثير تعليقات، كل مرة تجيني تعليقات تقول لي يا محمود نزل لعبة جي تي اي، نزل لعبة جي تي اي، طولت. انا هاي الحركة مقصود يعني نطول بين كل فترة وفترة نزل فيها جي تي اي 5، اوكي يا جماعة؟ لانه انا يمديني انزل كل يوم، حرفيا كل يوم، ولكن انا هاي الحركة مثل ما قلت لكم مقصود عشان ما قناتي تنحشر على المحتوى واحد. هذا الشيء بكرهه لاني وقعت فيه قبل وحاولت خلص حالي منه. يعني ما علينا، حاليا اتمنى تضغطون لايك على هذا المقطع. فبسم الله على بركه الله راح نشرح لكم ايش اللي حيصير. طبعا حاليا داخل سيرفر اجنبي. ايوه يا جماعه، سيرفر اجنبي. خلينا نجرب السيرفرات الاجنبيه، هيك خطر ببالي اني ادخل عشان يمديني اسرق البقاله براحتي وهي الحركات. لانه بالسيرفرات العربيه صراحه لما تروح تسرق بقاله ولا تسرق بنك لازم الا اجباري ضروري يكون في شرطه تقريبا 5 أو 4 يكونوا موجودين لحتى تقدر تسرق. اما هون ما اتوقع هي الحركه هون صايره، يعني لاني قد لعبت باكثر من سيرفر اجنبي والوضع كان جدا عادي، يمديك تسرق باي وقت بدك اياه طالما في شرطي واحد. ما علينا، حاليا لقينا هي السياره هون مصفوف بالشارع، قلت خليني اخذها. بس قبل ما اخذها خليني انزل اوريكم البنك اللي ناوي اسرقه. طبعا البنك صاير هون، خليني بس اخذ لفه. انا جيت لهون شيك على الوضع فرجيكم عليه. طبعا هذا هو بنك جدا فخم يا جماعه الخير، ناوي اسرقه اليوم. بس تدرون يا جماعه لحتى اسرقه ايش لازمني؟ لازمني سلاح عشان احمي نفسي فيه يعني. فصاير تحت الارض مكان السرقه، صاير هون. طبعا البنك جدا فخم، هاي مكان السرقه صاير هون. بنفوت على الخزنه وناخذ الفلوس اللي بدنا اياها وكل شيء. ما ادري اذا بيفتح، لا ما بيفتح. فهذا هو المكان هون، بدي اسرق من هون. طبعا انا ما جربت اضغط حرف الاي، اوكي ما جربت حاليا، ما ادري اذا بصير او بيقول لي في شرطه. بس اتوقع في عدد شرطه كافي بالسيرفر ويمدينا نسرق بالراحه يعني. فخليني اطلع انا حاليا لبرا ونروح نشوف كيف ممكن نجيب سلاح عشان احمي نفسي فيه. اي شرطه تطلع لي راح اضربهم فورا، اطلق عليهم واهرب من المكان. خلينا نشوف، يلا بسم الله على بركه الله. هاي راح نحط حالنا مهمه صعبه بهذا المقطع، نحاول نسرق بنك سولو يعني فردي. اوكي يا جماعه فردي، راح احاول اسرق بنك بالكامل لوحدي. خلينا نشوف ايش حيصير معنا. طبعا اذا طلب مني الامر اني اشتغل راح احاول اشتغل بهي الحلقه عشان جب دبر فلوس يعني نشتري سلاح، لانه بدون سلاح مستحيل يصير. بدون سلاح خلينا محترمين، لا يطلع لنا هلا الشرطي، مو ناقصه ابدا الشرطي. يلا صف. سمعت انه في بكل مدينه 5 شرطه باللعبه جي تي اي بهذا السيرفر يعني، بأمان متاكد. لا تقول لي بده لايسنس، والله العظيم يا جماعه شيء جدا ممتاز، ما بده ابدا لايسنس. لايسنس هو رخصه انه يكون معك سلاح، ما بده رخصه ابدا، خلص يمديك تشتري اي سلاح بدك اياه. طبعا البيستول حقه 6000 دولار، انا اشوف صراحه ما انه غالي جدا. اوه في تيزر كمان، في تيزر كهربائي يا جماعه، مديني اكهرب الناس. واو، من امتى؟ من امتى ببيعوا تيزر؟ عجبتني كثير حركة التيزر يا جماعة بالسيرفر، جدا جدا حبيت الفكرة انه يمديك تكهرب واحد يعني وهي الحركات. خلينا نشوف وين ممكن نروح. اول شيء روح على مكان ملابس اللي امامنا هون، خليني بس اشوف اذا ايش في ممكن ابدل لبسي بشكل كامل ولا لا. انا من الاشخاص لما العب بالسيرفر احب يكون هيك يحطوا سكنات البوتات، يمديك تغير على سكنات البوتات، فهذا الشيء راح يكون اسطوري اذا بهذا السيرفر شيء هيك موجود. لا اوكي كسرنا المقعد اتوقع، ما علينا. خلينا ندخل. ايش كل هذا يا حبيبي؟ تيشيرتات يعني. لا 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 لا، اوعى انتبه انتبه، هاي القميص المخزة اكره من عندي. طلعت لبرا، اطلع برا خلاص، ما بدي، مع السلامه شكرا. محلكم كتير حلو كان. طب خلينا نشوف هاد بس اخر مره. جلاس؟ لا ما بدي جلاس. تدرون لا ما بدي ما بدي ما بدي شيء، ما بدي شيء من المحل. خلاص يا اخي نسرق ونحن صلعه. انا اصلا كل ما ادخل الجيم بسمي نفسي مستر صلعه، فخلاص يعني هاي الدليل الاكبر ليش كان اسمي مستر صلعه للناس اللي مش فاهمين. حلو، حاليا فين بدي اروح؟ لازم اروح اشتغل هون اتوقع، مكان الوظائف جوب سنتر. ليتس جو تو ذا جوب سنتر مان. اوه وصلنا على المكان، وصلنا على المكان. هي المره المكان صاير ورا صراحه. انا يا جماعه دخت حاطين المكان صاير ورا، اول مره بشوف المكان صاير هون، المفروض يكون جوا بالمكان العادي يعني. والله ما ادري الصراحه. ايوه هذا هو المكان، هذا هو. يلا تعال نشوف ايش فيه شغل ممكن نشتغله. فيشرمان يمدينا نروح نصطاد سمك، فيولر نودي فيول هاي الحركات، الماينر ما راح اخذه صعب الوظيفه تبعه، تايلر لا، باتشر لا، فيولر اتوقع الفيولر راح اخذها. والله ما ادري الصراحه ايش اختار يا جماعه، ثاني خلينا ندرسها مظبوط. والله في اشياء كثير هون بالش اسمه. من فين راح يوديني اذا كان صائد سمك؟ سؤال بس، فين راح يوديني اذا كان صائد سمك؟ واو على الخريطة، واو على الخريطة ما احلاها يا جماعة الخير. هاي صيد السمك، انا صرت حاليا صياد سمك. حلو، يو هاف نيو جوب. فين لازم اروح؟ شيكت كل الخريطة قبل شوي ما عرفت فين بدي اروح. طلعت المهمة فورا، شوف كم مكان طلع لي، لازم اجي لهون. هذا اسمه فيشر مان لوكر روم، اوكي لازم بدل ملابسي من هون، بعدين نروح لهون، سباون بوت، نجيب بوت وبعدين نروح نصطاد سمك. ولا اسهل من هيك، خلينا نروح. يلا بسم الله على بركه الله. اوه يا جماعه الخير في سياره شرطه تحت وفي ناس، ايش صاير هون؟ والله لانزل اسرق سياره شرطه ثاني
ما ادري اذا مسموح سرقه سياره الشرطه هون، بس راح نحاول نسوي اكشن شوي. تعال نروح بالحركه الخفيه باللص المخفي، راح انزل من ورا يا جماعه، راح انزل من هنيك من ورا وراح اخذ السياره وراح اهرب فورا. خلينا نشوف ايش حيصير. اذا جاء الادمن جاني الشرطه اتوقع. لا ايش اسوي، جاي اسوي هون اسرع هي السياره. طيب يمديني اهرب اهرب يلا اهرب. يا جاي سي ماي كار، واحد عم يقول سيارتي. That's a guy in my car now. عم يقول في واحد بسيارتي، انا اخذت سيارتي وهربت. امشي روح مع السلامه، روح يلا حرك يلا مع السلامه. سي يو بوي. جالس يلحقني. طبعا هو الشرطه ماسكين واحد وهذا الشخص جالس يقول انه سرق سيارتي، في واحد سرق سيارتي. خلينا نسوي حالي انه هلو واي واي بوليس. برادو بيك وسير. اطلع برا السياره بقول لي امشي امشي بحال سبيلك يا حبيبي، والله ما اخليك، والله لفلف في كل الدنيا. تعال معي، تعال وراي وانا اوريك. والله لا ضيعك، والله سيارتك جدا بطيئه يا شرطي. طفي الانوار، طفي الانوار. ايوه طفي الانوار عشان ما يحس فين انا. ضيعني اتوقع، اتوقع ضيعني يا جماعه، وصار جدا بعيد. لازم اطلع لهيك من تل فوق الجبل ولا شيء عشان لا يشوفني ابدا. اوه كان لازم اطلع لفوق، والله اني حمار، كان لازم اطلع لفوق. اكيد هو جاي من هون، حركه غبيه سويت انا. تدرون ايش، راح اطلع من هون، ما ادري فين راح يوديني المكان هون. لا ايش سويت انا، خذ السياره سريع 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 سريع، انزل على جو السياره. انا يا والله يا جماعه على جو السياره. يا الله يا الله، انزل يا حبيبي انزل، يرحم امك انزل. ايش هالغباء هذا اللي جاي يصير؟ ايوه سكر الباب، ما ادري اذا السلاح دي في بينفعهم. يلا يلعن ام الغباء، يلعن ام الغباء. ضغط سلاش دي في وراحت السياره. احسن شيء احسن شيء احسن شيء احسن شيء. المهم هم المهم ما كمشوني الشرطه الحمد لله. انا حاليا راحت سيارتي وراح مني كل شيء. تتخيلون يا جماعه راح مني كل شيء. احاول اطلب تاكسي وبس جاء التاكسي حسوا سيارته. ثاني بليز. اوكي اوكي ثاني يا جماعه، خلينا نطلب ميكانيكي، لما يجي الميكانيكي نسرق سيارته. بليز هيلب. تم، بعت للميكانيكي وراح ابعت للتاكسي كمان. بليز هيلب. اوكي خلاص، ما ادري اذا كان في حدا رح يجي. اوه في سياره جت، في سياره جت يا جماعه، في سياره جت. هيلب مي هيلب مي هيلب مي بليز. هلو كان يو هيلب مي بليز؟ وات يو نيد؟ اي لوست ماي كار جوست هير. اي دونت هاف اني كار بليز. كان يو اي كان تيك يو تو ا جراج فور لايك 1000 باكس. يا اوكي اوكي اتس اوكي ثانك يو. Alright, go. Oh my god, I'm sorry for that. It's fine. كسرت الازاز. هياخذني طبعا مقابل 1000، هياخذني مقابل 1000، بس الجراج صاير ورا. من فين ماخذني هذا؟ الجراج صاير ورا يا ابني، فين ماخذني؟ طبعا نحن حالتنا فقيرة، أنا ما عندي أصلا، يعني تخيلوا جالس أجمع فلوس وأجي أعطيه هيك 600، أكيد ما هعطيك يا حبيبي، رح تنزل لي بمكان وراح أمشي وأهرب بسرعة بدون ما يصير أي شيء، أو يا ما بسرق لك سيارتك يعني وخالصة، معلش يعني إنسان قذر أدري. توصلني وبعطيك فلوس، انا جالس ادور على فلوس. ثانك يو فيري ماتش باي ذا واي. خلينا نحمس، خلينا نحمس. معلش معلش يا جماعه، انا المشكله قلبي طيب كمان، فورا بحن وبقول لا 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 تسويها محمود، بس في شيء بداخلي بقول لي سويها. ما عندي سياره لانه فن. والله يا جماعه ما ادري اذا بسوي معها هيك ولا، قسما بالله ما ادري. محتار محتار والله محتار. هذا فين ماخذني؟ فين الكراج؟ والله ماخذني على الكراج. والله وداني عند مكان السمك. وداني عند مكان السمك. والله في ناس كثير هون، شوف السيارة هي اللي صافة نفس سيارته. والله لا أسرق سيارة، والله وين المكان هذا؟ والله الناس كلها متجمعة بهي المدينة هون. والله المكان كله، أوكي هلا خليني أعطيه فلوس يا جماعة عشان لا يبكي ويتبكبك لنا ومدري إيش. بدي أعطيه الفلوس، ما راح ننصب عليه. بس كيف بدي أعطيه فلوس؟ هون السؤال. ثانك يو، هو أي كان جيف يو ذا موني. It's alright, when you get enough money just make sure you pay that. اوكي اوكي اوكي. I'm sorry for that. You're good. You got me right. Yeah, whenever you get the money, just make sure to pay it. Okay, okay. Okay. All right, man. Thank you, man. Thank you. No problem. I can't get out. I don't know why. Oh, you're probably seat belted. Press B. Oh, nice. Okay. Yeah, thank no you problem, very man. Much. Thank you. اوه يا جماعه فورا كشفني، قال لي ما معك فلوس لانه ضغطت، قال لي ضغط F7
طبعا تحت مكتوب لازم تضغط ناقص $1,000 على التاكسي، لازم تعطيه $1,000 ضروري، اول ما اجيب فلوس حادفع له. بس انه انا ادفع لك يا حبيبي، انا بدي فلوس. هلو هلو واتس اب هلو كان يو هير مي هلو واي دونت هاف ارم وات ذا فاك وات ديد يو سي واي يو دونت هاف ارمز اي مين اي دونت هاف ارمز يا What? I do have arms on my screen. I don't see it. I can't see it. What the hell? I don't know what's happening. Bro, bro, come, come. Can you see her here. arms? No. Bro. No. You see? What the hell? I just created this character and it's the first time I did it. So I'm not sure what I did wrong. Yeah, it's okay. It's okay. That's ridiculous. Yeah. ما ادري سيارته سمع يا جماعه ما ادري هي سيارته ولا لا. اوكي خلينا نمشي حاليا احنا. اوه ايش هذا عصابات؟ هولي شيت، شوف الناس كيف كلها وين بتخلق يا جماعه، ايش القصه؟ كل الناس جايه تجي من هون. حلو حلو طيب. خلينا حاليا يا جماعه الخير نروح. طبعا ما ودي اروح اكمل من هون، بدي الاقي سيارة افخم من هاي المعفنة اللي معي، يعني الا والله لادبر سيارة افخم من اللي معي. يعني تحسبون انه حسوق هاي السيارة طول عمري؟ هاي السيارة شو وضعها؟ يا رب ما يكون في حدا، يا رب ما يكون في حدا، ثاني، يا رب ما يكون في حدا. اركب. يس! ما في حدا، امشي. يا سلام. فين رايحين هدول؟ اوكي ما علينا ما علينا حاليا، بس اتوقع يا جماعة الخير انه اغلب الناس صايرين بهي المدينة عكس ال عكس السيرفرات العربية، يعني كلهم بالمدينة هديك، بس هدول الوضع جدا غير. طيب انا وصلت حاليا على مكان البوت، لازم اطلع قارب من هون. خلينا ننزل ان شاء الله ما حد ياخذ السيارة تبعي، مو سيارتي يعني، بس ما علينا. بوت. يا سلام. روح امشي يا رب يخليني هلا حاليا اصطاد سمك كمان، ما يتركنا هيك بدون شيء. خلينا نشوف. يا سلام ايش هالبوت الرهيب. جالس يصيد حاليا. اوكي صار معي واحد فش حاليا، انه يعني هو جالس يصيد سمك بهي الحركه يعني، عرفتوا؟ فحاليا وضع جدا، وضعنا ممتاز. خلي يصيد حاليا بالقارب تبعنا نحن والوضع تمام. حاليا كم فش صار معنا؟ خلينا نعدهم، معنا 30. راح احاول اجمع اكبر عدد ممكن من الاسماك. خلاص بما انه وقف خلني احرك، ما بلاش طمع زايد يعني على شو اسمه، بكفي 65. حنشوف كم حنكسب عنهم. حلو. لازم اودي، لا لازم اوديها هون. انزل. يا سلام يا سلام. ريتيرن. رجعت يا جماعه. رجعوني ال 2000، رجعوا لي 2000، صار معي 600 كمان فوق. حلو. جاهز يزيد فلوسي. لا تعطوني هيك 20 تقريبا. اي والله عم يعطوا تقريبا 20 على كل وحده. الا انا شكلكم كاتب معي 715 على 65 وحده. يعني يا حبيبي قديش بدنا لحتى نجيب ال 6000؟ في سياره شرطه جاي سلاح حاد. تعال يا جماعه، تعال نضرب الشرطه، تعال نضرب سياره الشرطه ونبعدها عن هذا. خليني اساعدك. ابلعت. خربت على الشرطة، عاد عم خرب على الشرطة ثاني، والله لا أساعدك والله. اصمد يا ابني اصمد. اي ما بديش اخرب سيارتي انا. خربت على الشرطة يا جماعة، اتوقع ضاع البني ادم ضاع، والله انه راح، والله انه هرب. والله اني خربت عليه اتوقع، ولا؟ ضيعوه صح؟ ضيعوه ولا لا؟ ضاع ولا لا؟ وات؟ Out of the vehicle. Yes, I'm out. Get out. Good night. سيارتي خربانة. اشتغلي. ليش هيك بطيئة السيارة؟ سيارة خربانة يا جماعة. أنا جيت ساعدته ورحت فيها وتورطت. يا ريتني ما ساعدته. Officer, why you are chasing me? Here, come here. خلينا نشوف ايش بده. Hello? What's going on? Why? Sir, for starters, we can hear you through Discord. What's happening right now? Why? Sir, we can hear you talking over Discord. Keep your hands above your head. If any other people arrive, we will have issues. Yeah, don't worry. I am alone in this. Yeah, well, who are you talking to, sir? No, why? Please, why? You're please. Currently under arrest for failing to stop for a police vehicle. I'm also going to tell you, I heard you saying, dude, come here. It wasn't me, I swear it wasn't me. It was, sir, let's not argue about this. Let's just say I could hear you for definite. I swear it wasn't me. I don't know anybody here. حيورطني. So say you have a right to make a sign if you say or do, we're just going to support you. Your right to an attorney, if you can afford attorney, won't be appointed free of charge by the state. Do you understand these rights being read to you?
So, sir, I'm going to be obviously taking you down to the PD due to your failing stop, etc. Okay. Come with me. Okay, let's go. حيروح يخدني على مركز الشرطة. بيني وبينك أنا مبسوط يعني عشان أستكشف مركز الشرطة عندهم كيف والمكان كله والحركات هاي. But please my car, I need my car back. حتى هي مو سيارتي يعني. مش سيارتي. خلينا نشوف إيش حيقول. هي حطني بالسيارة حاليا. بس ما تقولوا لي يعني أنا قصده أنا لهذاك البني آدم وطلعت براسي الشغلة. ما كان لازم أنقذه أبدا والله العظيم يا جماعة. خلينا نشوف إيش حيطلع بإيده. بس والله لأنتقم إذا كان معي سلاح. والله راح أحطك هدف إلي. 149 رقمه والله راح احطك هدف الي اذا بتجيني. Okay, sir. So, yes. So I'm going to be hitting you with the interfering with the police chase because you were providing support for the yellow Lamborghini, reckless driving, failing stop, felony evading. اتوقع حيزني يا جماعه الخير. اتوقع اني حروح فيها سجن. ما ادري جالس يخبص بس انا حاليا جالس اسكت له. 149 الاي دي ها سجلوا معي سجلوا معي احفظوا معي 149. هذا شرطي انا اوريك. رح اجي على المركز ومعي مسدس رح اقول له يا شرطي 149 ركزوا معي منيح يا جماعه ايش حسوي. ما رح اقول لكم حاليا ايش حسوي بس حاليا ما ادري ايش رح يصير لي السجن وما ادري ايش جالس يقول لي رح اعطيك غرامه بعدين رح ارسلك السجن لانك سارق سياره ما معك سياره. Okay, okay, sir. So I've hit you with the reckless driving, the operating without valid license, and it does say animal cruelty, but that is just because the current charge for interfering with a police chase, etc., is not actually on the ticket system. Okay. These tickets come to a total of 14,200. Do you have Oh my god. Do you have the means to pay these tickets? No, I don't have. I don't have. I'm a very poor guy. Okay, so what I'll tell you is in 72 hours, that's real life 72 hours, if these tickets have not been paid, we yes. will issue a warrant for your arrest and the tickets will double in price. Okay, I will try to get it. No problem. Okay, so you're just going to be spending 5 minutes here while due to your sentence as well. Obviously, we don't have a jail at the minute. It seems to be a bit bugged. So you'll be spending 5 minutes here in PD. Okay, okay. Thank you. الحالي انه بما انه جالسين يضبطوا نظام السجن بالسيرفر ومدير ايش حسب ما فهمت يعني راح يخليني هون لمده 5 دقائق راح يطلق صراحي بعدين. بس في شغله واحده انه المخالفه عندي 14,000 صارت باللي اذا ما بتدفع خلال 72 ساعه راح نسجنك مره ثانيه. انت بس اخلي سبيل حاليا وخليني اطلع بالخمس دقائق والله العظيم يا جماعه لروح اشتغل لروح اشتغل بالسمك ليل نهار عشان اجيب ال 6000 اجيب سلاح واجي افضي المشت كله براسك يا حبيبي. 149 الاي دي اوعدكم يا جماعه 149 الاي دي. بهي الحلقه راح يتم دعس هذا الشرطي من قبلي راح ادعس عليه حتى لو فيها باند ما باند. ابلع يا مدير والله لا اوريك والله خلي بس يدق صراحه انا اوريك ناس يعني صارت 5 دقائق والله لا افضي المشت براسك والله. Thank you sir, you're gonna be free to go. Okay. If you're caught driving a vehicle again, you're gonna be spending a very long time here. Okay, I'm sorry. I will not do that anymore. Okay, يلا روح 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 امشي من الامام امشي امشي والله الاسرع هاي السياره روح والله الاسرع هاي السياره روح. انا خلينا امشي من هون حاليا ما راح اسرع سيارات راح اسوي نفسي مواطن صالح راح امشي بهذا الطريق راح نروح يعني. اوه ماي جاد شوفوا يا جماعه المخالفات اللي علي. تاكسي علي 1000 الريكل درايفنج مدري 3200 الاوبريتنج اوف فايكل وذاوت ا فاليد لايسنس 4500 animal cruelty مدري ايش هاي 7500 حلو 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 كل هالمخالفات والله طلع من راسك ثاني بس اوكي هذا ما حيحل عني يعني. طب هو جالس يراقبني حاليا بهذا المكان هون ما بدي اخذ سياره مالك معي انا حر بديش اخذ سياره والله العظيم لا ارجع لك باسرع وقت قسما بالله يا جماعه قسما بالله رقم 149 اقوى انتقام من الصراحة راح افضي المشط. فين الشرطي مو موجود هون صح؟ فيني اخذ السيارة؟ ستوب. Oh my god bro please help me please. How I can get a car like how I can get a license please. Help after you just try to break into my car. Would, if that was unlocked you would have taken it and I didn't know it was your car in bro. In front of the police station. Yeah. I'm not the one to help you out. Yeah, please, you can. Yes, you can. Because you are a good person. You can. I'm pretty sure you can. What do you need to know? What information? Just how I can get a license. Oh, I see, I see. Okay, okay. Okay, thank you very much, man. Thank you. I'm sorry about that. Nope, I know. It's all good.
اولي شيت والله يا جماعه هذا علمني اعمل بس تدرون ايش انا راح اغير طريق راح اروح من هذا الطريق حاليا لا تمشي لقدام وين رايحه فين رايحه سفين وقفه اوه شوفوا كميه الناس اللي بتموت واو يا جماعه حموت اتوقع كمان في هاكر في واحد دخل هاكر الجيم وصلنا يا جماعه على المكان حاليا خلينا ننزل نسلم السمك اللي معانا خلينا نشوف قد ايش حيطلع منه هاي الاسماك اللي اصطدتهم انا تعبت جدا باصطياد الاسماك هاي فيا رب ما اتفشل ويطلع شويه فلوس يعني محرزه اوه التيزر كان حلو لو بعطي التيزر للشرطي وبعدين بضربه بوكسات اتوقع هاي الحركه راح تفيدني لانه يموت راح اعمل هاي الحركه احسن بعطيه تيزر بالاول للشرطي معانا حاليا يا جماعه الخير 2415 دولار حلو 2415 ربي يا جماعه يعلق حاليا فلوسي 1800 ايش يمديني اجيب طيب تيزر ب 3000 ما يمديني صح ما في انه اسمعني بعرف والله بعرف بول نايف ب 1100 بجيبه نايف ب 1100 يا جماعه اتوقع اجيب سكينه يلا يس صار معي نايف هاي النايف هنا طلع النايف يا سلام هاي السكينه يا جماعه زي ما شايفين هاي السكينه راح تحمينا طبعا صار في لاج بالسيرفر نوعا ما ما ادري ليش صار في لاج بس راح نروح يلا خلينا نروح على مركز الشرطه في حدا مشغل وين رقم 149 هذا هو رقم 149 هذا هو تعال يا جماعه تعال هذا هو رقم 149 جالس يشرب ما ادري ايش طلع السكينه This guy's just taking pictures. Hey pal, that's $5 a picture, okay? I don't do magic. طلع سكينة يلا طلع سكينة. وغزة بنص بطنه. قتله. Make it 12. You got a deal. غزة بنص بطنه. Wait. ابلع. Oh god. Oh shit. Oh, get out of here. Oh, I can't run. قتلني يا شباب قتلني يا شباب ما يمديني الف له. ابلع. ابلع. اوه جابوني اتوقع جابوني. ابلع. ابلع. ابلع ابلع ما حدا بيموت ابلع والله لازم جبت العيد يا جماعه والله لازم جبت العيد تعال انت هذا شخص واقف لحاله والله الاغرزه بنص بطنك اهم شيء انتقمت وشرطي مات ابلع موت ليش ما يموت انا ما جالس اموت انا ليش ما جالس اموت والله وين فين الشرطة رجع عام هي اتوقع رجع عام الشرطي اه والله لسه ميت الشرطي وربي لسه ميت الشرطي لسه ميت الشرطي اتوقع اه قتلني قتلني يا جماعة قتلني الكل بوليس بروتاليتي خلاص انا انتقمت نايم على الشرطي انا زي ما شايفين الشرطي ميت الشرطي ميت تحتي خلاص مهمتي تمت اهم شيء يا جماعه انا وفيت بوعدي وقتلت الشرطي ومش بس الشرطي قتل كمان كم واحد منهم ما ادري الصراحه ايش صار انا طلعت برا السيرفر لانه خلاص حينطرني ما ادري كم دقيقه وبعدين الرسم انه ما ادري ايش المهم انا وعدتكم اني راح اقتل الشرطي يعني راح اقتل ما قدرت اجيب مسدس ولكن قدرت اطعنه بالسكينه واجيبه اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع يا جماعه كان معكم محمود من قناه مكالو مع السلامه